بالنسبه للجميع العام ديال فريق الوداد البيضاوي فمر كما كان منتظر بحكم ان المنخرطين جلهم من الموالين الاكرم وشفنا لو نيفو ديال المنخرطين ديال الوداد اللي ما كيشرفش صراحه ما كيشرفش فريق مرجعي بقيمه الوداد وحتى العدد المنخرطين يمكن يبين بزاف الحوايج يعني 69 منخرط حتى 45 يعني فريق كبير بحجم ومرجعيات الوداد يكون عنده 69 منخرط. بالنسبه لمجموعه من النقاط كنظن بان لا المكتب المسير ولا رئيس عبد الله اكرم فكان غامض في مجموعه من النقاط والمب يعني كما كنقولوا بالدارجه لاح المشاكل ديالو كلها على المشوشين ولا كما سماهم تماسيح وعفاريت. بالعكس فاكرم كان اليوم مطالب باش يوضع النقاط على الحروف وبني استراتيجية المقبله ديال الفريق استراتيجيه عمل ديال المكتب المسير لفريق الوداد البيضاوي. كنظن بان دار لقمان ستظل على حالها وفريق الوداد البيضاوي غيعيش نفس الوضع ويعني القلق اللي كيسود دابا وحاله الاحتقان اللي كاينه في اوساط الجمهور الودادي ما كتعكسش الاجواء اللي دار فيها اليوم الجمع العام فريق الوداد. وهذا كما قلت لك في الاول فهو راجع للضعف الكبير اللي بينوا عليه المنخرطين في الوداد واللي مره اخرى كيبينوا بانهم هما السبب الرئيسي في المشاكل اللي كيعيشها فريق الوداد الرياضي. كنظن ان الجمع العام يعني ديال الوداد يعني شبيه بالجمهور العام السابق اللي كان كيعقد فريق الوداد يعني كرس الوضع السعيد. للاسف الشديد ان مداخلات المنخرطين ما كانتش في مستوى كبير في مستوى ديال فريق الوداد ما وضعش الاسبوع على الداء. كنظن انه حتى على مستوى يعني بالنسبه للمرحله المقبله استراتيجيه العمل ما واضحاش والخوف هو انه استمر يعني نفس المشاكل اللي في الوداد دون حلول يعني واقعيه. للاسف ان الجمع العام اثبت ان مؤسسه المنخرط في فريق الوداد البيضاوي يعني افلست يعني مجموعه من المنخرطين دون مستوى الوداد وتبعنا ان تدخلات ديال عدد كبير منهم ما كانش في مستوى لائق بالنسبه لفريق الوداد مشاتش المشاكل الحقيقيه وبقات على الهامش. كنتمنوا ان الوداد يخرج من الازمه ديالو ويوجد يعني الطريق ديالو ان شاء الله.